إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار ومن كل عمل قرب إليها. ثم أما بعد، من الحقائق الإيمانية التي خطرت ببالي وأنا أسمع كتاب الله تعالى يتلى في المقطعين والسورتين المذكورتين قبل في السياق، من قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى آخر المساق الذي قرئ. وأيضا استوقفني قول الله جل وعلا في السياق الآخر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إلى آخر السياق أيضا. والقرآن جملة وما قرئ بصورة خاصة ذكر بحقيقة عظيمة قلت من حقائق الإيمان، وهي أن الوجود الحقيقي للإنسان، أنا وأنت وكل إنسان على وجه الأرض، الوجود الحقيقي لهذا الإنسان إنما هو نفسه، هذه النفس التي هي حقيقة الكيان البشري وحقيقة الوجود الإنساني. وأما هذا البدن فإنما هو زائل، وعلاقته بنا إنما هي علاقة مؤقتة ولا يمثل حقيقة شخصيتنا. ولذلك الإنسان المؤمن حينما يتبصر حقائق الإيمان من كتاب الله جل وعلا ينظر إلى نفسه وإلى غيره من خلال هذا المنظار، فتبدو له آنئذ الصور الغيبية بدوا نفسانيا، ويشاهد ببصيرته حقائق الأشياء من هذه النفس الإنسانية، فإذا أبصرها على وجه التقريب والمقاربة فإنه آنئذ يخجل من نفسه لما يرى من الآثام، ولما يرى من الذنوب التي تلطخ حياته وتلطخ نفسه، فيسارع آنئذ إلى التطهر وإلى التوبة وإلى السعي في اتجاه رضا الله جل وعلا. والإشارة الدقيقة في قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونحن أعلم بما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق. هذا التعبير القرآني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جاء بعد حقيقة الخلق: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا أقرب إليك وأقرب إلي وأقرب من كل إنسان من حبل الوريد. وحبل الوريد كما قرره العلماء هو يعني ذلك الوريد الذي يضخ الدم انطلاقا من القلب ويمر عبر العنق، وهي الأوردة التي تقطع في الحيوان عند الذبح. فإذا هذا الوريد الذي تشعره وتجده بعنقك على صفحة عنقك يمينا وشمالا، تجده ها هنا يضخ الدم وينبض بنبضة القلب، الله جل وعلا أقرب إليك منه، يعني بتعبير عام بسيط، الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه قرب الإنسان، أقرب إلى الإنسان من هذا الوريد. وطيب، إذن هذا الوريد ليس هو الإنسان،
هذا راه واحد المعنى حقيقه اشاري في كتاب الله جل وعلا لطيف ودقيق جدا كيعطينا حقيقه ديال الانسان شكون هو، بمعنى انه الله تعالى اقرب ليا، يعني بعباره اخرى من العروق ديالي، قرب ليا من لحمي، قرب ليا من راسي، قرب ليا من الجسم ديالي. اذا انا شكون انا؟ اذا كان الجسم ديالي ماشي هو انا، هو غير قريب ليا. يعني في الله سبحانه استعمل صيغه ديال التفضيل، اقرب ونحن اقرب اليه. فالله تعالى يعني اقرب الي من بدني، والبدن ديالي ماشي هو انا، انما هو قريب ليا. البدن انما هو قريب منك وليس هو اياك. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، هذا مقتضى ديال المعنى من هذه الآية. فإذا الإنسان هو شي حاجة أخرى من غير البدن. ولقد خلقنا الإنسان، من الإنسان أو من الإنسان بالأحرى، نخليه الجين. الإنسان إذا هو معنى غامض، البدن قريب منه، من بدنه حبل والده، لأن يعني حبل الوريد الذي يجري بالدم ويتصل بالقلب ينبض بالحياة، هذا هو العلم ديال الحياة. فإذا النفس الإنسانية التي هي داخل البدن وملابسة للبدن هي الإنسان، هذا هو الإنسان. النفس الإنسانية هي الإنسان، والبدن تابع لحقيقة الإنسان، البدن غير تابع. ولذلك يفنى البدن وتبقى حقيقة الإنسان مع نفسه في عالم البرزخ. ولذلك قال بعد في السياق بعد آيات وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني هذا الروح الذي يسكننا وهذه النفس التي هي حقيقتنا تخرج عند الأجل أي عند الموت وتذهب إلى بارئها وتبقى على حقيقتها الإنسانية وتتعرى عن البدن. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغطاء إذن إنما هو هذا البدن، هذا البدن غير مغطينا، مغطي الحقيقة ديال النفس. وملي كتقلع النفس الغطاء ديالها عاد كتبدا تشوف وتبصر الحقائق بشكل مباشر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك النفساني، البصر ديال النفس كيولي يشوف مزيان بدقة لأنه ما نضرق شيء بالبدن، يرى الحقائق مباشرة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك لا أبصار لحقائق الوجود من الإنسان عند احتضاره. يعني الإنسان اللي كيكون كيموت كيشوف الحقائق كاملة ومزيان أكثر بكثير من الإنسان اللي باقي على قيد الحياة وعلى تمامها. لأن هذه الحياة الدنيوية مغلفة بالحس البدني، مغلفة بالإحساس ديال الودنين وديال العينين وديال اللمس وديال سائر الأحاسيس، وهذه وسائط كنشوفوا بها الحق غير بالواسطة. أما الروح حينما تبصر بذاتها فترى الحقيقة كاملة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني من الحدة الدقة، يعني يشوف مزيان الأمور ويبصرها كما هي. فالسياق القرآني إذن كله في هذا المساق وفي غيره ينبئنا بنبأ عظيم، وهو أنه كيخلينا نشوف عالم الروح من أنفسنا ومما حوالينا. كيبقاش الإنسان عايش في الحياة المادية من الغمس حتى يعني الروح ديالو أو النفس ديالو تقسو. فإذا قست هذه النفس تبلدت ولم تعد لها قدرة الإبصار، كتعمل بصيرة والعياذ بالله. أما الإنسان حينما يرى بنور الله جل وعلا فيرى هذه الحقائق يشعر بها واحد الشيء كبير جدا، ولذلك يخجل من نفسه ويخجل من ذنوبه ويسارع في الخيرات. فالمؤمن إذا ملي كتولي الروح ديالو خدامة شغالة ما معطلاش، كيولي مرتبط بهذا العالم الروحاني اللي هو العالم الحق الباقي، ويشعر بقوة كأنما يرى بعينيه، لأنه يرى ببصيرته يرى بنفسه، يشعر بقوة بالملكين القعيدين عن يمينه وعن شماله، إذ يتلقى المتلقيان
عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني واحد العالم روحاني كبير جدا مرتبط من النفس ديالو اللي هي الحقيقة الجوهرية ديالو إلى ما حوله من عالم الملائكة، ثم الملائكة ترتبط بالسماء بالملأ الأعلى، وكيولي عنده ارتباط لله جل وعلا فيشعر بأن الرقابة الربانية محيطة به كل الإحاطة، فلا يستطيع عنئذ أن يعصي ربه لا في الظهور ولا في الخفاء، لا في السر ولا في العلن. فالقرآن الكريم فعلا يربي ذوقنا، يربي شعورنا، يقربنا إلى الله جل وعلا بما يقربنا من الحقائق، حقائق الوجود. ولذلك الإنسان المؤمن فعلا لا تغره الأشكال، لا تغره الأشكال لا من بدنه ولا بما يرتبط ببدنه، وإنما يرتبط بالحق الباقي. هذا هو الحق الذي يبقى، لا أنا ولا أنت، الأيام تمضي علينا، السنين والسنوات كما يمر السحاب. فإذا بالإنسان يقف على الحقيقة الثابتة وهي وجاءت سكرة الموت بالحق. فإذا هذه الحقيقة المؤمن لا يغفل عنها لأنه ينظر إليها من بعيد. رأى المؤمن يعني ماشي حتى توقع الموت عاد كتذكر الموت أبدا، المؤمن غير يشوف النفس ديالو ويتبادلو كتذكر الموت، لأنه ملي يعني يبان لك دابا غير مع راسك أنت تبدا تفكر بأن الوجود ديالك الحقيقي راه هو هذيك النفس، وهذا البدن راه غير عكاز نعكوز به ونتوكأ عليه إلى لحظة القبر، نتركه في التراب ونمضي. إذن غير بمجرد ما تشوف بعينك، تشوف النفس، تشوف الروح ديالك، تأكد ويجيك اليقين بأن الحقيقة ديالك هي هذيك. إذن هذا البدن زائل، هذا هو الموت. ويشعر الإنسان بالموت قبل أن يموت بزمن، وثم كيولي يعبر الحياة ديالو ويزل الأيام ديالو ويضرب الحساب للحقيقة الخالدة وهي مفارقة الروح للبدن. المؤمن إذن بهذا المنهاج القرآني إذ يبصر الحقائق كما هي يجد في حقيقة الأمر لذة وسعادة إذ يقبل على الخير. إنك يبنوا العمل ديال الخير ديالو والحسنات التي ينجزها عمران، واحد البني كبير كيبنوا لأنه يبني به عالم الروح، كيبني به عالم الروح. أما الذين أعمل الله بصائرهم فلا ينظرون إلى هذا، ما كيبنوا إلا البناء المادي الدنيوي، لأن العين اللي خدامه عنده ماشي هي عين الروح، هي عين البدن، فيرتبط بالأشياء ويعمر دنياه ويخرب آخرته. أما المؤمن حينما ينظر بعين النفس الإنسانية الباطنة وبما أصلح الله له من شأنها، فيرى الحقائق الروحانية النورانية، ويرى كيف أن الملائكة تبيض، ولا أقول تسويد، تبيض صحيفته بنور الحسنات، فإنه يسارع في الخيرات كما كان الأنبياء والصديقون والصالحون قبله يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه هي النتيجة التربوية اللي نطلب مني ومنكم كل مؤمن على وجه الأرض أن يسعى إليها، لأنه لما يوصل هذه الحقيقة فإنه بعد ذلك لم يكون أسير التراب، ما يبقاش مقيد بالشهوات ديال التراب، غادي يتغلب على الشهوات ديال النفس ديالو، لأن الذي تغلبه بالشهوات المشكلة ديالو أنه يكون قد أعمله بصيرته، فلا تنظر له إلا الأشياء الشكلية. أما الأشياء الحقيقية الجوهرية، العوالم ديال الروحانيات، الحقائق الإيمانية فهذه غائبة. ولذلك صعيب عليه فعلا بحال هذا النوع ديال البنادم، صعيب عليه أنه يدير شي حاجة سميتها الخير، صعيب عليه يخرج من عالم ديال الذنوب، لأنه لا يرى نورا، عايش في الظلمات، فكيف يسلك سبيل الحق؟ لا يمكن يخرج من عالم الذنوب لعالم الخير إلا اللي بنت له الطريق. وهذا الطريق بما ترى؟ ترى بعين النفس المؤمنة المطمئنة الرضية المرضية، ترى بعين الروح بالبصيرة الباطنة، ولا يفسح هذه البصيرة ولا يجعلها شفافة ترى الحقائق كما هي في وجودها الذي خلقه الله جل وعلا، إلا إذا صدق الله في الطلب، يعني فعلا النية تكون ديالو صادقة في أنه يريد الله جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا فإنه آنئذ يتلذذ بنعم الله، كيشعر بالنعم لما كتجيه الإشارات النورانية من عند الله، يشعر بهذه النعمة العظيمة.
وأعظم نور نزل من السماء للإنسان إنما هو القرآن الكريم. ولذلك امتن الله به على رسوله فقال له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه النعمة الكبرى. فإذا الإنسان شاف النعمة الكبرى وحصل له الذوق والتلذذ واستحلاء القرآن بما وجد من لذته وعظمته وجماله، فإنه آنئذ لن يلتفت إلى الحياة الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم، لأنها فتنة ظهرت الحياة الدنيا فتن ينفتنهم فيه، فكل ذلك إنما يتخذه وسيلة يعمر بها الحياة، يعمر بها الدار الآخرة، يشتغل في الدنيا ولكن بقلب مرتبط بالله جل وعلا، يشتغل في كل ما رزقه الله جل وعلا من النعم الدنيوية ولكن بعين الروح التي ترى ما هو باق وترى ما هو زائد، على ميزان قول رسول الله عليه الصلاة والسلام قولي بقيت كلها إلا كتفها. يعني لما تصدقت عائشة رضي الله عنها بالجزور، يعني بالحوشي شي دابة ناقة أو شاه وشاه، يعني ذبحوا واحد شاه بالأحرى، وتصدقت بها عائشة رضي الله عنها المساكين، خلت واحد كتف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل واحد المرة قال لها واش باقي شي حاجة من تلك الشاه؟ قال ذهبت كلها، مشات كلها إلا كتفها هو اللي باقي، هو قلب لها الميزان، لأن خدمت بميزان ديال الجسم بالميزان ديال الأرض، وهو أعطاها الميزان ديال الآخرة ديال الحقيقة، وقال لها بل قولي بقيت كلها إلا كتفها، اللي باقي هو كلها، لأن ذاك الشيء اللي تصدقتي به هو اللي باقي، أما الكتف التي بقيت فستؤكل هنا وتفنى. فالمؤمن إذن حينما يتصرف في النعم التي أنعم الله عليه بها بهذا الميزان فإنه لا يشقى بإذن الله جل وعلا، وكي يوجد متعة، متعة واحد لذة عظيمة حينما يقبل على الحسنات، حينما يقبل على البركات، وتضيق نفسه إذا وقع في الخطيئة. يعني لما يقدر عليه الله تعالى هو يسهل أو يغفره ويقع في واحد الذنب أو يتغافل عن واجب من الواجبات تضيق نفسه وتضيق عليه الأرض، كيشعر بالضيق الشديد. علاش؟ لأن الروح ديالو حية، حية فيه الحياة، وهذا القرآن إنما ينفع أحياء القلوب للأموات لتنزل من كان حيا، لأنه لما كان الشعور ديال القلب ما يأثر القرآن في الإنسان والو. ويحق القول على الكافرين الذين كفروا النعمة وكفروا بالله جل وعلا، هؤلاء لم يجدوا لذة القرآن، لم يجدوا جمال الروح، لم يجدوا النعمة، ما يذوقوش النعمة الإلهية التي أنعم الله بها على الإنسان. فأنا إذن المؤمن تنزل عليه السكينة لما سبحان الله العظيم يولي عند الإنسان ارتباط بعالم الروح، ارتباط بالحسنات، يشاهد الملائكة تكتب حسناته ويجد ذلك أو يجد بذلك لذة في قلبه، ويشعر بأن هذا الحسن اللي دار هذا النار خبر قد وصل إلى السماء، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر. كيعيش مؤنس في صلاته وفي عمله وفي وظيفته أو تجارته أو أي عمل، مؤنس مؤنس بعالم الروح مش بعالم الماديات الحسيات، هذه كأنه لا صلة له بها، بل هو يعيش في عالم آخر، عالم الحق، عالم الحق. وجاءت سكرة الموت بالحق هو قبل ما تجي الموت عايش في الحق، ولذلك قلت القرآن كيعطيك الحقيقة اللي غتجيبها الموت، لأن ديك الحقيقة اللي كتجيبها الموت كتجيبها من الكافر، صحيح كتجيبها حتى من المؤمن حتى كيموت، ولكن المؤمن ما كتجيش غريبة لأنه عارفها قبل ذلك بزمن طويل، الروح ديالو مفتوحة. أما الكافر أو العاصي والعياذ بالله الروح ديالو معنية، فلا يرى الحق إلا بعد الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، البارح لا، فبصرك اليوم حديد. هذا إنما هو الإنسان الذي قسى قلبه بكفر أو بمعصية أو كبيرة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنما يحصل له عين اليقين، أما اليقين الإيماني فقد حصله منذ زمان، ولذلك إنما تأتيه عند الموت البشرى، بشراكم اليوم، الملائكة تبشر المؤمن عند احتضاره قبل أن يصل إلى قبره وقبل أن تخرج الروح الخروج الكامل من بدن عند البشرى، وصل الخبر ورأى ما سيؤول إليه من مقعد صدق
من مقعد الخير في قبره بروضة الجنة أو في المآل النهائي من جنة لا لا من جنة الرحمن التي أنعم الله بها على العباد. ولهذا المؤمن إذن ما يتسناش حتى تجي اللحظة ديال وفاة قريب أو حبيب أو جار أو معرفة، عادي يبدا يتعظ، لأنه في الموت نتعظ ومن بعد الموت تقسو قلوبنا ونرجع إلى مصائبنا. إذن لا فائدة، لا بد الإنسان المؤمن يفكر في راسه عند المصيبة وعند غيرها، في الشدة وفي الرخاء، في اليسر وفي العسر، لأنه الحقيقة ديال الوجود زائلة غادية غادية، والأيام تبلي الأبدان. يعني الأيام ديال الله كيخليو الأبدان ديالنا كتقدام كترشى كتهرى، أنا وأنت كلنا كذلك. فإذا الموت يدب فينا، قلنا أن الموت خدام فينا، الموت يوميا. فلذلك إذا أنظر إلى هذا المعول عليه، شنو هو اللي غادي نعول عليه من وجودي، وجود الحق ديال الإنسان وهو نفسه. فنزين هذه النفس، هي اللي غادي نتهلا فيها، هي اللي غادي نلبسها مزيان ذلك اللباس الذي لا يراه أحد، ونزينها وأطيبها بكل أنواع الطيب من المكرمات والحسنات، بالتحلي والتخلي، تخلي عن سائر الذنوب، تخلي عن كل الأفكار السيئة، والتحلي بكل خير، تحلي بكل فضيلة، تحلي بكل مكرمة. هذه النفس إذا خرجت من البدن كان لها مسك وكان لها طيب ولا أطيب منه، الملائكة تفرح به، يوصل الريح ديالها إلى السماء، الريح الطيب، وتفرح بها الملائكة عند كل باب من أبواب السماء. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم فقيدنا هذا، اللهم اغفر له، اللهم ألحقه بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وافتح له مسلكا في قبره إلى الجنة، واجعله يا رب من أهلك وخاصتك برحمتك، لا حول ولا قوة إلا بك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.